لو هجنت ألعاب المنظور الفوقي من سلسلة The Legend of Zelda مع المزاج العام لهولو نايت، هتطلع بالتحفة الرائعة Death Door المتاحة حاليا على الأكس بوكس والبي سي. أهلا بيكم على قناة مانجا 64، وانتوا دلوقتي بتتفرجوا على المراجعة الكاملة لDeath Door. تدور أحداث اللعبة في عالم غريب بيجمع ما بين الغموض والحزن واللطف الهادئ. في اللعبة بتتحكم بغراب كحاصد للأرواح، وفي اللحظات الأولى من اللعبة بتكتشف إن في أمر غريب بيحدث. من هنا اللعبة بتاخدك في مغامرة رائعة عبر عالم اللعبة العجيب. استكشاف المناطق في Death Door تجربة هايلة، سواء الأطلال أو القصور أو الجبال أو غيرها. التناسق ودرجة الألوان المايلة للرمادي بتدي إحساس عام بالغموض والتقادم، ولكن بدون أن يضغي على الجمال الكامن في العالم وفي الرسومات. المناطق كمان مش مجرد مسرح بتمشي فيه، لأن فيه الأطنان من الأسرار المخفية والطرق المختلفة والألغاز اللي هتحتاج إنك تحلها. ما أقدرش أقول الألغاز صعبة أو حتى مثيرة، ولكنها متنوعة وممتعة للحد الكافي. وده ياخدنا للعنصر الثالث في الجيم بلاي، بجانب الاستكشاف وحل الألغاز، وهو القتال، اللي على الرغم من بساطته لقيته ممتع جدا. أسلوب القتال دهري جدا، ما بين ضربات متتابعة بالسلاح بدون تقريبا أي مهارات خاصة أو حركات مختلفة، ومن ناحية تانية ممكن تستخدم الأدوات والسحر، وبالإضافة لكده في إمكانية التفادي والمراوغة بس كده. ولكن على الرغم من البساطة ديت، ألا وأن القتال مش بس غير ممل، لكنه ممتع جدا، لأنه يتميز بالحدة والسرعة، ونادرا ما هتقدر تثبت مكانك ولا أنك حتى تثبت الأعداء في مكانه، وبالتالي هتحتاج للحركة المستمرة والتناوب ما بين الكر والفر بدقة وسرعة استجابة عالية، ودوت بالذات بيبقى مهم جدا لما عدد الأعداء بيكتر. العامل دوت بجانب التعدد المعقول جدا في الأعداء وبالتالي إمكانياتهم، بيخلي القتال في حد ذاته لغز محتاج أنك تحله، إمتى تضرب، إمتى تناور، إمتى تخاطر، وإمتى تتراجع. دوت بجانب التنوع المحدود الصراحة في الأسلحة، اللي طبعا كل سلاح بيبقى له مزاياه وعيوبه، بيخلي القتال ممتع وخالي من الرتابة. جدير بالذكر هنا أيضا التصميم الرائع للرؤساء، سواء من حيث الشكل أو الحركة، والأهم طبعا الميكانيكيات. الحقيقة تصميم مواجهة الرؤساء لا يقل عن أي لعبة تريبل اي كبيرة، إن ما كانش أفضل من الكثير منها. الخلاصة، Death Door لعبة رائعة جدا، وما بقاش ببالغ لو قلت إنها من وجهة نظري واحدة من أفضل الألعاب اللي نزلت السنة دي لحد دلوقتي، وأرجحها وبقوة لمحبي ألعاب المغامرات. لو عندك خدمة الجيم باس في اللعبة في وقت رافع الفيديو دوت نازلة على الخدمة، فاقترح انك تنزلها وتجربها. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالفيديو. لو عندكم اي سؤال بخصوص اللعبة ياريت تسيبوا لي السؤال دوت في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان تتابعوا محتوى القناة اول باول، وياريت كمان تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم. نشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.